جاءت لدعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم، مثل الغمامة أن صار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حبي. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه ورضي بالحمد دليلا على طاعته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، قد عد بعض العلماء أنها تصل إلى أكثر من 1000 معجزة. آتاه الله عز وجل معجزات كثيرة صدقا وحقا، ودليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وأعظم هذه المعجزات المعجزة الخالدة، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أنزله الله عز وجل على قلب رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليرشد الناس وليكون هداية وليكون منهجا وليكون دستورا في الحياة، وليكون هداية للمسلمين وهداية لعباد الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. جعله الله تعالى معجزة خالدة، فلا يستطيع أحد من البشر مهما بلغ من الفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثل القرآن، أو أن يأتي بعشر سور مثله، أو أن يأتي بسورة مثله، أو أن يأتي بآية من مثل كتاب الله سبحانه وتعالى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو كان بعضهم لبعض معينا ومؤازرا، واتفقوا جميعا الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلن يأتوا بمثله. ولا يوجد على مدى التاريخ من أعظم الشعراء ومن أفصح البلغاء من استطاع أن يوازي القرآن أو يأتي بمثله أبدا. جلس بعضهم مددا طويلة، سنوات طويلة، على أن يأتي بمثل آية من كتاب الله فما استطاع. فهذا كتاب الله الذي أكرم الله به هذه الأمة المحمدية فأنزله على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل آمرا عباده المؤمنين ورتل القرآن ترتيلا. فينبغي لكل مسلم أن يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وتدبرا ومعرفة لتفسيره، ومعرفة لإعرابه، ومعرفة لأحكامه، ومعرفة لما جاء فيه من القصص. ويكفي للمسلم أن يعتقد ما جاء في كتاب الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في عقيدته السليمة الصحيحة، أنه وأننا أيضا نعتقد ما جاء من صفات الله في كتاب الله على مراد الله، ونعتقد ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما أنزل الله عز وجل من هذا الوحي المبارك القرآن والسنة. ولذلك أيها الأحبة، كان الناس في زمانهم يجعلون للقرآن ختمات وتلاوات، فيتلونه آناء الليل وأطراف النهار. وكنا نسمع في البيوت من يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ويرددونه، حتى أنك تسمع كدوي النحل حينما تمر بالطرق التي تكون بين الأحياء وفي البيوت. ولذلك أختم فأقول ما قاله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن
اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإن أخذهما بركة والكلام يخص سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال راوي الحديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: ولا تستطيعها البطلة، أي لا تستطيعها السحرة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من يشاهدني ومن يسمعني، وأن يجعل لنا الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت، فروعها من بديع الخط باللقم، مثل الغمامة أن صار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حبيب.